إكسبرس. بكم في ثالث نشراتنا الرياضية اليوم، والبداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي، حيث سلطت لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة جديدة، عقوبة المنع من الانتداب المرضية لثلاثة فترات ضد النجم الرياضي الساحلي. السبب هو عدم خلاص مستحقات اللاعب المصري محمود صابر. محمود صابر زي ما لعب حتى دقيقة ساعة مع النجم الرياضي الساحلي، كان التحق بالنجم في سبتمبر 2020 بعقد مدته 5 سنوات مع فريق الأقل من 21 سنة، ثم قام بفسخ العقد من طرف واحد لعدم حصوله على مستحقاته، من ثم قام برفع قضية ضد النجم وصلت حتى للتاس. ملخص الموضوع، النجم الرياضي الساحلي ممنوع من الانتداب لفترة لثلاثة فترات ومطالب بدفع مبلغ قيمته 220 ألف دولار للاعب ملبسش مريول النجم الرياضي الساحلي في فريق الأكابر حتى دقيقة واحدة. ديما مع اخبار النجم الرياضي الساحلي، حيث اعلن الكاتب العام كافه احباء الفريق انه بعد الغاء الجلسه العامه الانتخابيه الاستثنائيه اللي كانت مبرمجه نهار 30 جويلية 2022، تقرر مواصله فتح باب بيع الانخراطات للموسم الرياضي 2022-2023. وقال النجم في البلاغ كونه على الراغبين في اقتناء انخراطاتهم التوجه الى شبابيك بيع التذاكر بمقر النادي اثناء التوقيت الاداري. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنه أثر اجتماع تم بين رئيس الجامعة وديع الجاري وعوزة طرابلسي المدير الوطني للتحكيم، تم اتخاذ عدة قرارات. شاعطيكم زوز أهم قرارات. القرار الأول هو تكوين لجنة فنية تتكون من السادة عوزة طرابلسي وياسين حروشة محمد المدب للقيام بزيارات ميدانية للنظر في مختلف اللعب وإمكانية احتضانها مباريات بتقنية الفار، ومن بعد يتم رفع تقرير كامل وإمكانية تلافي النقائص اللي تشهدها الملاعب هذه باش يولي ثم تقنية الفار في كل ملاعب. والقرار الثاني هو الانطلاق في الإجراءات الإدارية لخلاص الحكام بمبلغ جملي قدره 1 مليون دينار. ماذا يحصل مع قيس اليعقوبي وشباب قسنطينة؟ الموضوع تقريبا كبر شوية. قيس اليعقوبي كان اتفق مع نادي شباب قسنطينة على تدريب الفريق، الاتفاق كان حاصل وقت اللي شباب قسنطينة جال تونس باش يعمل تربص من غير مدرب بعد استقالة خير الدين مضوي. شنو صار اليوم؟ اللي صار كونه الملاعبية وبعض الأحباء شادين صحيح كونه خير الدين مضوي هو اللي واصل تدريب الشباب قسنطينة، وبالتالي يطالبوا، ما عندهم حتى مشكلة مع قيس اليعقوبي، ولكن يطالبوا بإعادة خير الدين مضوي. الموضوع ما فيه هو كونه قيس اليعقوبي كان أمضى رسميا على عقد تدريبه لفريق شباب قسنطينة، وبالتالي وهذا حقه، رافض كونه يغادر شباب قسنطينة إلا في صورة حصوله على كل مستحقاته. الموضوع هذا مازال باش يسيل برشا برشا حبر في قادم الأيام. أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ أصدرته اليوم أنه خلال جلسة عمل جمعة وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بمدرب البطل التونسية أنس جابر عصام الجلالي والمدرب كريم كمون، تمت مناقشة برشا نقاط كما توفير عقار لإنشاء أكاديمية رياضية لكرة التنس من قبل بطلة التنس العالمية أنس جابر لمزيد دعم وتطوير اللعبة والعمل على أبراز مواهب الناشئة وتكوين أبطال من الجنسين في رياضة التنس، إنشاء فضاءات رياضية للعموم بالأحياء ذات الكثافة السكانية العالية المناطق الحدودية، كيف كيف بتمويل أجنبي لتعميم ممارسة رياضة التنس. وإضافة زادة، تم خلال اجتماع ذا تطرق إلى أهم الاستعدادات التنظيمية لاحتضان تونس لدورة ودية في كرة التنس في أكتوبر 2022 تجمع عدد من الأبطال العالميين في اللعبة. الاجتماع ذا كما قلنا كان حضره عصام الجلالي المدرب متاع أنس جابر وكريم كمون المعد البدني، ولكن في غياب أنس جابر المعنية بالأمر وغياب ممثل عن الجامعة التونسية للتنس. في أهم مباريات الودية الليلة، 8 غير ربع، ما ثماش برشا كورة، ثم 4 ماتشات يمكن نجمو نتفرجوا فيهم. 8 غير ربع إيفرتون يواجه دينامو كييف، في نفس الوقت نيوكاسل يلعب مع أتلانتا، والثمانية متاع الليل بعدها بربع ساعة سبورتينغ براغا يلعب مع سيلتا فيغو وأودينيزي يلعب مع تشيلسي. في أخبار الميركاتو، مارك كوكوريا طلب من فريقه برايتون السماح ليه بالمغادرة نحو مانشستر سيتي. كوكوريا 24 عام يلعب في تروا بوست، بارك الله عليه، يلعب ديفنسور سنترال يعني أكسيال، يلعب ظهير أيسر ويلعب متوسط ميدان أيسر، كان انضم الموسم الماضي لبرايتون وقدم موسم متميز جدا، لعب 35 مباراة عم ناول، خلى عدة فرق إنجليزية ترغب في خدماته، لكنه هو اختار مانشستر سيتي. المفاوضات بين سيتي وبرايتون متعثرة الحقيقة، لأنه الأمور المالية ماهيش قريبة لبعضها، برايتون طالب برشا فلوس ومانشستر سيتي إلى حد الآن مازال ما هوش موافق على تقديم العرض اللي طلبه برايتون، واللاعب يطالب كونه برايتون يخليه يمشي لمانشستر سيتي.
مسلسل كريستيانو رونالدو مازال متواصل، وحسب ذا أتليتيك اليوم فإن رغبة كريستيانو في الانتقال إلى فريق يلعب تشامبيونز ليج مازالت موجودة، والهدف منها هو المحافظة على الأرقام القياسية لكريستيانو رونالدو في المسابقة لسنوات أخرى. ذا أتليتيك أشارت كون خورخي مينديز قد يكون فتح باب المفاوضات مع شكون، مع سبورتينغ، النادي اللي كان بدأ فيه كريستيانو رونالدو مسيرته واللي شارك الموسم القادم في رابطة الأبطال الأوروبية. مغادرة كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد من عدمها قد يكون لها تأثير مباشر على مستقبل لاعب آخر في مانشستر يونايتد، شكونه أنتوني مارسيال الفرنسي اللي اسمه مطروح بقوة في قائمة اليوفي، اللي مازال إلى حد الآن يبحث عن معوض لألفارو موراتا اللي رجع لأتليتيكو مدريد. مهاجم الانتر أليكسيس سانشيز أعطى موافقته لمواصلة لمسؤولي أولمبيك دو مارسي من أجل الانضمام لصفوفه في انتظار وصول عرض رسمي للاعب، اللي من الواضح كونه ما عادش عنده بلاصة في الانتر اللي هو في اليرشي متاع المهاجمين، هو في المركز الخامس أو السادس حسب لا بروفانس. وليكيب أولمبيك مارسيليا طالب الساعة سانشيز بفسخ العقد قبل مع الانتر قبل ما يجي لأولمبيك دو مارسي، خاصة وكونه السالير أنويال متاعه أجرته السنوية مرتفعة جدا 6.5 مليون يورو، ومارسيليا مش مستعدة تدفع قيمة زادة صفقة انتقال سانشيز من الانتر إلى مارسيليا. النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تلقاوها على موقعنا موزايكا فان.نت. نخليكم توا مع مالك العوني خالد وائل مالك الثاني مالك بوكتيف في عوم بحرك.